برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلمت فيها مع حضراتكم امبارح مثلا موضوع الحكام. لقيت تصريح للكابتن للحكم الدولي الكابتن السابق الكابتن محمد الصباحي على قناة المحور بيقول فيه ان هو تاني قعد مع الاستاذ جمال علام. انا قلت لحضراتكم كواليس القعده قبل ما يتم الاعلان عنها. قعد مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد ووعده بحل الازمه، وانه والاستاذ جمال علام يعني وعد الكابتن محمد صباحي انه هيحل الازمه، ولكن الكابتن محمد صباحي شايف ان الاستاذ جمال علام هيحل الازمه ويرجع الصباحي كابتن محمد الصباحي للقائمه الدوليه. طب لو كابتن محمد الصباحي او غيره كويس ويستحق، ما دخلش القائمه ليه من الاول؟ انا على فكره ما اعرفش، ما تقوليش اصل انت انا ولا ده مش هجوم على كابتن محمد الصباحي، يعني ليه ما ياخدش حقه؟ يا ياخد حقه، لو هو ما خدش حقه يرجع له حقه ماشي، لكن طب هو لو الكابتن محمد او غير الكابتن محمد يستحق التواجد مش موجود ليه؟ طيب هل التقييم تم على اساس اللجنه السابقه ولا التقييم تم على اساس كلاتنبرج؟ انا ما اعرفش، لان التقييم بيبقى 12 شهر، فكيف تم التقييم؟ دي شروط الفيفا مش شروطي انا. طيب هل الاستاذ جمال علام وهو شخص محترم ممكن يكون بيحل الازمه مثلا او بيهدي الدنيا دلوقتي لغايه وقت معين؟ لكن انا قلت لحضراتكم امبارح ان انا ممكن اغير في القائمه الدوليه دي لغايه يوم 31 ديسمبر، وحذرت من فكره احباط تجربه كلاتنبرج باجراء تعديلات على القائمه الدوليه للحكام. هتقول لي هو ينفع؟ اه طبعا ينفع، طبعا ينفع. طب هل التصريحات دي ممكن يكون لها تاثير سلبي على التجربه؟ معرفش. طيب لو هتدخل الكابتن صباحي اذا كان يستحق فهو هنقف في ظهره، ما يستحقش هنقول. طيب هتستبعد مين لو دخلت كابتن صباحي؟ طيب لو دخلت كابتن صباحي واستبعدت اسلام مثلا، فاسلام ده هيبقى هيسكت؟ طب ما هو هيجي يقعد مع الاستاذ جمال علام، والاستاذ جمال علام هيحاول، هنخش في دايره البيضة ولا الفرخ؟ مين الاول؟ اسئله كتيره محتاجين اجابه من اتحاد كره القدم ومن كلاتنبرج ولجنه الحكام اللي بتشتغل معاه. في برضو ناس بتتكلم عن ان الكابتن حماده القلاوي قالوا ان هو يعني انه مش موجود في القائمه، واكيد في حكام بيكونوا شايفين نفسهم اصحاب حق في دخول القائمه. ولكن ارجع واكرر تاني اللي قلته امبارح، الاهم من كل ده ومن كل ومن خناقه القائمه الدوليه والكلام ده كله ان احنا نشوف اداء افضل للحكام ومنظومه التحكيم في الموسم القادم. هو ده اللي بالنسبه لي الاهم، هو ده بالنسبه لي ايه، بالنسبه لكل الانديه هو الاهم خلال الفتره اللي جايه. فيا رب اتمنى يا رب كل التوفيق لهذه التجربه وتجربه كلاتنبرج، تجربه مهمه اتمنى انها تستكمل. ولكن هل ده معناه ان احنا للمره المليون بقول هذا الكلام، هل ده معناه ان احنا لن ننتقد كلاتنبرج؟ اذا اخطا هنقول انا اول واحد في هذا البرنامج على الرغم من اقتناعي بكلاتنبرج ومن تجربه الحكم الاجنبي او تجربه المشرف على لجنه الحكام الاجنبي، لكن انا حذرت في الوقت ده نفسه من حوالي شهرين ثلاثه لما تم الاعلان، وقلت لحضراتكم حذرت من بعض الحاجات معينه، وقلت ان هو متعاقد مع رابطه الانديه اليونانيه، وان هو ممكن يسافر اليونان كتير ويبقى وجوده في اليونان اكتر، لكن الاتحاد نفى هذا الكلام، ولكن ده شفناه على ارض الواقع وايه اللي حصل في هذا الامر. وبالتالي انا ما عنديش مشكله ان انا انتقد، وده مش معناه خلاف ابدا ابدا. احنا نفسي اطلع حلقه اشيد بكل ما يحدث، طالما الحاجات اللي حواليا كلها كويسه في اتحاد الكوره او في غير اتحاد الكوره، ما انا هطلع اقول هايل ورائع وكويس والكلام الحلو ده. لكن طالما في امور غلط بتحصل ها؟ لازم هنتقد الاداء. يعني واتمنى ان ما حدش يشخصا اي حاجه بتتقال في هذا البرنامج، يعني انا بسال حضراتكم، او انا سمعت الحقيقه ان الاستاذ ابو المعاطي زكي في على اليوتيوب حد اتكلم معاه، هو قال اتنين مسؤولين وقال بالاسم الاستاذ جمال علام والاستاذ وليد العطار، اتكلموا معاه وشرحوا له ان موضوع القيد بتاع سيف الجزيري هو قيد حر، وشرحوا ليه وجابوا الاسم او جابوا رقم
الرقم القانون اللي بيقول هذا الكلام من اللائحه بتاعت الاتحاد الدولي. طب حضراتكم ما قلتوش الكلام ده ليه لكل الناس؟ وبعدين قبل، طيب حضراتكم الكلام ده صح اللي هو قاله، لكن حضراتكم بتقولوا مش اسلام اللي قال ولا جمهور الاهلي ولا اي جمهور في الدنيا، لكن اتحاد الكوره هو اللي قال ان قيد حر، وبعدين اعاره بنيه بيع وتم تفعيلها، ومره قال لك ما عندناش مش عارفين. طب انا اسد ايه التضارب ده؟ ليه كميه هذه الاخبار المتضاربه في هذا الامر وصادره كلها عن مصدر واحد وهو اتحاد كره القدم؟ فما تعملش اللغط وبعدين ترجع تزعل ان الناس بتنتقد هذا اللغط. هو الناس اللي بتتكلم او كل الاعلاميين هم اللي صنعوا الموقف، ولا حضرتك اللي صنعت الموقف بان انت قلت ده انتقال حر وبعدين رجعت قلت لا ده عقد وبيتم استكماله، اعاره ونيه بيع وكلام من ده وتم استكماله وده يجوز في العقد، وبعدين رجعت قلت تاني لا؟ حتى نادي المقاولين نفسه طلع رد دلوقتي بترد رد بتقول لا ده هو حر، بس اصل في بند في اللائحه رقم 20 ورقم 25، وده على لسان الاستاذ ابو المعاطي زكي الحقيقه اللي انا بنسب له هذا الامر لانه انا سمعته عنده. ف طب ليه حضراتكم ما تطلعوش تقولوا مع الناس؟ انا هنا في هذا البرنامج امبارح وغير امبارح كمان قلت يا جماعه من فضل حضراتكم اي حد، والله لا توجد خصومه، اقسم بالله العلي العظيم لا توجد خصومه، ولكن احنا دايما حتى لو بننتقد بقسوه شويه من فضل حضراتكم اطلعوا وجاوبوا على كل هذه الاسئله من خلال هذا البرنامج او اي برنامج في قناه الاهلي او اي برنامج في اي قناه، علشان تبقى الناس عارفه وفاهمه. لكن احنا بنتكلم في امور بتحصل من داخل الاتحاد، وبعدين ترجع تلوم عليا ان انا، تخيل حضرتك انا غلطت في خبر امبارح وطلعت اعتذرت النهارده قلت لحضرتك انا اسف جدا ان انا طلعت، وده كان خطا في يعني في الاوتو كيو كده بيبقى اسم مكان اسم او حد اهلي مكان اسم، كانت قصه كده بسيطه يعني، لكن طلعت انا طلع في غلط، انا عندي شجاعه الاعتذار واقول ان انا غلط، ان انا بحترم الناس اللي بتتفرج عليا ايا كان انتمائهم بالمناسبه يعني. لكن هو حضرتك تقول لي حر وبعدين تقول لي عقده بيستكمل ومفيش مشكله، وبعدين ترجع تقول لي حر، وبعد كده ترجع تقول لي اصل حر بناء على البند رقم 20 من لائحه النظام في الفيفا الكذا الكذا، طب ما قلتش كده من الاول ليه؟ انا شخصيا بثق في الاستاذ جمال علام وفي طريقته في الكلام، فاتمنى ان الكلام اللي يوصله يرد عليه، ما عنديش مشكله ان يرد عندي او عند غيري، بس من فضل حضرتك عندك 107 مليون مصري بينتظروا الكلام اللي حضراتكم بتقولوه، عايزين شفافيه في هذا الامر ووضوح في هذا الامر. ايه المشكله اما مجموعه الاعلام او اداره الاعلام اللي موجوده في اتحاد كره القدم دورها ايه؟ مش دورها ان هي تطلع تتكلم معانا وتقول لنا؟ لما بنتكلم معاهم اذا كان في رد بيردوا بصراحه الناس، لكن لو ما فيش رد بيسكتوا. ف واللي تناولناه كله كان صادر من اتحاد كره القدم وعن اداره الاعلام في اتحاد كره القدم، فما حدش يرجع يقول لي اصل انت بتنتقد بنتقد ساعات بنتقد بقسوه من اللي انا بشوفه، مش انا لوحدي، كتير من الاعلاميين بينتقدوا بقسوه. يعني لما اعرف ان حضرتك باعت استدعى اللعيبه في انديه هم بيلعبوش فيها، ولو حد كلمني انا هقول له مين، انا مصدري مين، اصل انا مصدري ما ينفعش يكذب. هيكذب ليه؟ مش هيعرف يعني، مش بيكذب لانه يعني ما هو مش في دماغه. هبقول لكم مين، بس لو حد كلمني وسالني هقول له مين وارجع اقول للجمهور مين. لكن بتطلع تنفي الكلام ده وهو حصل؟ هل ده طبيعي؟ على فكرة مفيش مشكلة تقول يا جماعة احنا أخطأنا في الموضوع ده وإن شاء الله الفترة اللي جاية مش هيحصل تاني، عندي حد مسؤول عن القصة دي ما عندوش خبرة لسه بيتعلم ونقول له يعمل كذا 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 وأنا آسف. هيحصل إيه؟ والله ما هيحصل حاجة، بالعكس الناس كلها، أنا شخصيا هحترم، لكن المكابرة دي بتخلي الجمهور ياخد موقف من اللي بيحصل. هتقول لي أنت متأكد قوي من الموضوع؟ أيوة يا فندم متأكد من الموضوع، متأكد جدا من الموضوع، ان انا واقف امام حضرتك وبتكلم كده يبقى انا متأكد مليون في المية من الموضوع.